قوي قوي يا ولدي قوي. الله يبخت لك. الحمد لله يا رب. ان شاء الله. تعلم لي البارح ينقيك. يا نقاوي نقاوي الصدق. طبعا. يا عمر. ينفع كده يعني؟ بقالي ساعة مستنيك على القهوة. ليه احنا كان في بينا ميعاد ولا ايه؟ لا مفيش. ازيك يا مطلع؟ ازيك انت يا ولدي؟ أنا زينة، كيفك أنت؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله عليك، يعني وشك منور وزي الفل أهو. أوبا. هو ده طلعت بتاع زمان. أنت كنت فين؟ هقول لك بعدين. يلا تعالى معانا على فوق. لا فوق إيه؟ هو أنت ما عديتش على السوق وأنت جاي؟ لا، ليه؟ طب اتفضل يا سيدي. ألف مبروك. إيه دول؟ مفاتيح الكشك. الرجالة خلصوا الشغل والبضاعة اترصت وجينا عشان نسلمك المفتاح ما لقيناكش، سابوه معايا عشان الدولة. مبروك يا ولدي. يا من انت حنين وكريم يا رب. مبروك يا دمعي. انت مش هتيجي معايا تشوفه؟ ده بقى حاجه تشرح القلب. الحمد لله. ايه رايك يا ابو؟ روح يا ولدي روح روح اطمن عليه. الف مبروك بس ما تعوجش. تعوج يا ما خلي بالك من نفسك. وانت كمان انا مستنياك فوق، ما تعوجش. يلا بقى ايه؟ دورت السوق يا استاذ طلعت. الله يكرمك. الحمد لله على السلامه يا اخويا جابر. اسلم. السوق كان مضلم من غيرك يا صعيدي. هات علام للناس يا جنيدي. عيني. وهات ليمون لام جابر بتحب الليمون. يا دي النور يا دي النور. مبروك يا استاذ دورت مكانك يا استاذ طلعت. الله يبارك فيكم. الكشك رجع احسن من الاول اهو. الف مبروك يا طلعت. بس ربنا ما يعيد اللي فات. يا رب يا رب. يا رجاله كلكم معزومين عندي على السطوح يوم الخميس. خير يا استاذ طلعت. ان شاء الله كل خير. هنلبس الشبكه ونقروا الفاتحه وهنشرب الشربات. مبروك يا عريس. الله كده عريس جميعا. عقبال عنديكم جميعا. الف مبروك يا عريس. ربنا يفرحك فيه البركه يا رب. بسم الله ما شاء الله. الف مبروك يا سطره. ربنا يملاه لك بركه. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا سني. الحمد لله رب العالمين. انما ايه حكايه يوم الخميس دي؟ ما قلتليش يعني. لا بعدين نقول لك يا عبد السلام ان شاء الله. الواجب دلوقتي انك تشكر شوقي باشا، الراجل وفى بوعده في اسرع وقت. طبعا هنشكر عبد السلام، ده واجب، بس بقول لك ايه؟ هي الرصه حلوه وعجباني يا واد عمي. بس مش رصه ايدي. يدك بيدي، هنعيد رصه تاني. لا صعيدي يلا. الهي ربنا يكرمك ويفرحك بيها يا ولدي. يا سلام. تصدق يا طلعت الليلة دي وأنا بطل في عينيها حسيت كده البت رايداك وقلبها عليك. يا سلام. ما أنا جاي لك يا مطلعة. البت شامة دي قلبها زي قلوب الملايكة. أنت بس اللي كنت جديدة عليها بابا في المستشفى. خلاص خلاص يا طلعت. غلطة وفاتت. مش عايزة أفتكرها. إلهي ما يعود هياه. والله يا أما كان نسيت الأيام. ونسيت اللي حصل فيها. وحاسس ان اليومين اللي جايين يومين سعد وهنه وملوخيه وبطاطس. الله يحزك يا ولدي. ان شاء الله ان شاء الله. لا عفوا. هعمل لك عشاء. انت واد داخل على جواز. لازم أن تصلب طولك وسلم الدراعات. انا اللي هجهز لك العشاء. قعد مطرح. ايوه. عايز اعمل وكل زي زمان. يا سلام. نفسي مفتوحة. أنا هقوم يما أعمل لك نص خروف نص عجل حاجة على قد ما جسم كدي. لا يحزك يا ولدي ويفتح نفسك كمان وكمان. سعادة البيه. أهلا يا طلعت. خطوة عزيزة. الله يبارك فيك يا سعادة البيه. الله يكرمك. جينا عشان نشكرك ونقول لك لو نقدر نقدم أيوتها خدمة. يا راجل ما تقولش الكلام ده. إحنا أهل.
وبعدين انا ما عملتش معك كده لما سالت عليك وعرفت انك راجل زين. نسعوا كمان اننا نكسبوه. عفا سعادة البيه، ده من اصلك الطيب يكون لنا الشرف. ايه شفت البضاعه اللي عندك؟ شفتها يا بيه، زينه قوي. واي بضاعه جديده تعوزها تجي هنا وتطلب من زايد. وانت يا زايد انضب حاجه في البلد تحشها على جنب الطلاط. شكرين يا سعادة البيه، مش عارفين نقولوا لك ايه على كل اللي عملته. ربنا يزيدك ويوسع عليك. استاذنوك يا بيه عشان ما نعطلكش. الف سلامه. سلام يا بيه. سلام يا زيد. سلام يا طلعت. بقول لك ايه يا طلعت؟ عمرنا يا سعادة البيه. انا كيف ما قالوا لي لسه ما اتجوزتش وقريب داخل دنيا. ان شاء الله يا سعادة البيه. بتكسب زين في السوق؟ الحمد لله اسطوره. ايوه بس الجواز محتاج مصاريف وهيبقى فيها عيال طلباتهم هتزيد. ايه رايك في شغلانه تزود بيها دخلك وفي نفس الوقت تفضل واقف في السوق؟ مش عارفين نقول لك ايه. الله يتفكر بيه تحت امرك. بس يا ترى ايه الشغلانه دي؟ مندوب ليا في المينا. انا محتاج ناس محترمين وانت معك دبلوم تجاره. الحكايه مش محتاج اكتر من كده. والله كده من اصلك الطيب يا بيه. بس هنشتغلوا ميتي وكيف؟ يعني هي احتاجك يومين ثلاثه في الاسبوع كل يوم ساعتين زمن. وبعد كده هديك واقف في السوق. ولو تحب اجيب لك عيل صغير يقف مكانك طول غيابك. اديك 1000 جنيه ده غير العمولات. الحمد لله وبرضه نفكر يا بيه. دي مش محتاجه تفكير يا طلعت. اللي تشوف جنابك يا سعاده البيه. على خيرة الله ويكون في علمك اللي بيشتغل معاي ربنا بيفتح عليه. ربنا يفتح علينا يا سعاده البيه. طيب انا واحد لك وزايد هيقول لك على الاوراق المطلوبه. وانت يا زايد اول طلعت ما يجيب الاوراق تعمل له تصريح دخول المينا. ماشي شوف القماشه تحسها كده كتانة معتبره مش هتلاقيها يا واد عمي. قلت ايه احطها في الكيس بس هدفع 12 جنيه مش هزود من الليل. وانا مش هكسر كلامك يا واد عمي. مبروك عليك ربنا يخليهولك. وانا مش هتخلصني بقى يا عم طلعت. مرنا يا جريبي. عايزها بكام؟ انا عايز اعرف اللورد كان عند الولد ده بيعمل ايه. ما انا قلت لك يا سعاطر كان رايح يشكره على وقفته جنبه وحكايه الكشك. انا عايز نعرف ايه اللي دار في المقابله بالحرف. ابدا في اخر المقابله اللورد عرض على طلعت انه يشتغل معاه في المينا. ايه هيشغله معاه كمان؟ انا مش فاهم اللورد بيفكر في ايه. ايه اللي جوه دماغه بالظبط؟ اسمح لي يا سعاطه اللورد يعني مستجدع طلعت وشايف ان واد جدع ونيته سليمه. مستجدع مين يالا؟ ده بس بيسويه على الجنبين لحد ما يعرف قراره ويعرف مين اللي وزع العمله اللي عملها معايا. تاني يا سعاطه ما انا قلت لك انه بريء منها. ولا لو كنت عبيط يبقى احسن لك ما تشتغلش في شغلانتنا دي لانك هتروح وتودينا معاك في 60 داهية. ولو كنت بتستعبط يبقى مش معايا روح امك يا سعاطه. يا تفهم انا رجالتي مطلعين شنطتي اللي كان فيها البضاعه من جوه الكشك بتاعه. ايه طارت ونطت جوه الكشك لوحديها ولا ايه؟ انا اول مره اعرف الحكايه دي. اديك عرفت عشان ما تجيش بعد كده وتقول لي انه بريء. اسمع أني صابر عليه بس لحد ما اللورد يسويه على الجنبين ويعرف قراره. بعد كده أني اللي هتصرف معاه بمعرفتي. ولحد ما ده يتم عايز أعرف الواد ده بيفكر في إيه. عايزك تجيب لي نشرة أخبار يومية عنه. فهمني ياد نشرة أخبار مش موجز. أيوة يا سعطة بس أنا مش معاه كل يوم يعني. ولا اوعى تكون فاهم إن عشان بقى في كلام بينه وبين اللورد وموسطك أنت فيه خلاص تقدر تعصى أوامري. أنا أقدر أشطبك من لستة الشغل مش بس كده. أني نقدر نمسحك من السوق كله مسح. فاهم ولا لا؟ يا سعطة ونقدر كمان نرفعوك لفوق. اللورد ملوش دعوة بالشغل خالص. الموزعين اللي زيك دول بيتعاملوا معايا أنا. اللورد يتكلم في الشغل مع القريبين منه. فاهم ولا نفهموك كمان؟ فاهم يا سعطة واللي تؤمر بيها يتنفذ. كده تعجبني. قول لي بقى إيه حكاية الواد ده مع شامة؟ هو أنت ما تعرفش؟ ده السوق كله عارف. عارف ايه؟ هيلبسها شبكة يوم الخميس وعازم كل حبايبه في السوق.